كوثر ابركسان انفون بارلمونتير ريجون سوس ماسا كانت لمدينه اكادير. اليوم كاطفال برلمانيين جينا نمثلوا جميع اطفال المغرب، كنحملوا رساله نبيله هي اننا بغينا نوصلوا للاطفال ديال الشعب المغربي جميع المشاكل اللي كيعانيوا منها، سواء كان في المجال التعليمي ولا مجال الصحه ولا اي مجال كان، كنوصلوا الصوت ديالهم للمؤسسات اللي هي قائمه على العمل التنفيذي باش توفر لنا الظروف اللي هي افضل ونلقاو بالمجتمع المغربي، خاصة أن الطفل ديال اليوم هو الشاب ديال المستقبل، وأن مرحلة الطفولة هي البصمة الأولى ديال الطفل اللي كيكون فيها الشخصية ديالو والكفاءات ديالو. سميتي إناس العجراوي أونفون بارلمونتير دو لا ريجيون سوس ماسا، باش نمثلوا الطفولة المغربية كو سوا في كاع المجالات، في الصحة، في التعليم، في كل شيء، وكنحاولوا ندافعوا على الحقوق ديالهم، وحنا هنا باش نمثلوهم أحسن تمثيل، وكنتمناو أننا نكونوا في حسن الظن ديالهم. القضايا ديال التعليم خصوصا كنشوفوا بزاف ديال الاطفال كيعانيوا من بزاف ديال المشاكل، بحال الهدر المدرسي، الزواج المبكر اللي كي منع البنات باش ما يكملوش الدراسه ديالهم، وبزاف ديال المشاكل اخرين.